Hello everybody, welcome back in a new episode of your program مدرسة على الهواء أعزائي طلابي طلاب الصف السادس الابتدائي أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهواء مادة اللغة الإنجليزية. The last episode اللي هو الحلقة اللي فاتت خدنا in the restaurant lesson 1 and 2 and 2 وخدنا conversation time اللي هو وقت المحادثة وأول حاجة اللي هو يعني وقت المحادثة في in the restaurant إزاي تقدم أو إيه, order أو present a service إزاي تقدم service وإزاي customer reply أو answer it. ار يو ريدي خدنا اول اكسبريشن ار يو ريدي تو اوردر على لها يس اوكي فبعد كده قال لها اي ام في برضو عندي اي هاف ا ستيك اند سباجيتي وفي عندي كمان اللي هو واتس تو داي سبيشال اللي هو ما الطبق الرئيسي لديكم دي الاكسبريشنز انا بدي الاكسبريشنز المهمه في كمان كلمه اي ام ان ذا مود فور سباجيتي وكمان في اللي هي ساوندز جود يعني تبدو جيده تو داي وي ار جون تو هاف اللي هي language function and containers هنكمل هنعمل analysis على بعض الكلمات المهمة وبرضو على الكونتينرز اللي هي الحاويات يعني ايه الحاويات ازاي نعد الاشياء الليكويد اللي هي سائله وازاي نقول قطعه من وازاي نقول مثلا رغيف من الحاجات ديت ازاي نحول حاجه من كاونتابل الانكاونتابل يعني معدوده الغير معدوده هو العكس دلوقتي هناخد اللي هو فيرب لايك like الاول في في اللانجوج فانكشن اللي هو فيرب لايك like يعني أحب واحنا عارفين الفيرب لايك like بيجي وراه تو بلس الانفينيتيف وبيجي وراه ناخد اول اكزامبل اي لايك تي يعني اي لايك تي يعني انا بحب الشاي I like to plus الانفينيتيف infinitive. لو أنا ممكن أقولها إزاي؟ وممكن أقول أنا أحب أن أشرب الشاي. أو ممكن نقول أنا بحب الشاي على طول، بيجي وراها الناون أو gerund، يعني إيه اسم، والـ اللي هو الـ verb ان ng، فور إكزامبل قدامي حاجة بشربها، أقول I like to drink مثلاً كولا، أنا بحب إن أنا أشرب الكولا، بقول تو، أو ممكن نقول I like drinking كولا، ممكن نقول another example، ممكن نقول I like كولا على طول، أو ممكن نقول حاجه تانيه I like to have color احنا خدنا verb have بمعنى drink او eat ممكن نقول I like swimming او I like to swim نشوف ال example اللي هو موجود عندي I like to drink tea يعني انا احب ان انا اشرب الايه الشاي ده اكزامبل احنا خدناه اللي هو موجود بما ان احنا بنتكلم في ذا ريستورانت يعني في المطعم فاكيد طبعا انا بقول اما حد يقول لك الويترز او الويتر اقول لك مثلا ار يو ريدي تو اوردر انت مستعد مثلا ان انت تطلب حاجه هاو اباوت مثلا درينكس ماذا عن الدرينكس هتقول اي لايك تو درينك والحاجه اللي انت بتحبها يا جوس يا تي يا كول اتسي ناخد انذر اكزامبل لو انا مش بحب ده هقول ايه لو فور اكزامبل حد اللي هو خدنا المره اللي فاتت هو السجيشن اللي هو الاقتراح اما قلت له هاو اباوت سالاد ممكن تقول له المره دي هاو اباوت تي فهو ماذا عن الشاي مثلا اللي هي الويترز او الويتر بتقول له اللي انت عايز شاي او هاو اباوت تي او هاو اباوت كولا فلو انت مش بتحب ده قلنا لو بتحب هتقول اي لايك like لو مش بتحب هتقول اي دونت لايك I don't like طبعا هو إنه في ال في ال اللي هو النفي نيجاتيف في البريزنت سمبل اللي هو المضارع البسيط مع I و they we و you بقول don't plus an infinitive مع he و she و it بقول doesn't لو قلت I, do I don't like tea أو ممكن نقول I, don't like drinking tea أو I don't to I don't like to drink tea لها كذا example لو انا ما بحب الشرب الشاي اقول اي dont like tea tea بعد لايك like جوارها الناون على طول لو انا انا بقول انا ما بحب الشرب الشاي ممكن نقول اي dont like to drink tea او ممكن نشيل تو خالص ونجيب الفيرب في اي جي لو حطيت تو تو دايما تكسر الفيرب وترجعه لاصله وتشيل منه اي اي addition. لكن لو انا بتكلم على شخص ما مفرد سنجولار هي او شي او ات او احمد محمد اي اسم شخص نقول doesnt doesnt like لان ما هي هو ات نقول معاها Doesn't لكن مع I they we you وأي حاجة plural all don't. Okay. What else؟ هنيجي بقى لو بقول لك هل تحب اللي هو yes or no question in present present sample اللي هو ازاي أعمل سؤال في present sample اللي هو زمن المضارع البسيط ب yes or no. لو أنا بسأل عن شخص بسأل بدو او بسال بدز وبعديها السبجكت اللي هو بعدها الفاعل وبعدها الانفينيتيف يبقى يا دو يا داز وبعدها السبجكت اللي هو الفاعل وبعدها الانفينيتيف دو دي بتحب ايه بتحب يو وتحب ذي واي اسم جامعي طبعا وداز بتحب اي حاجه هي او شي او اي حاجه singular مفرد فاقول دو يو ايت او يو دو يو احنا جايبين هنا كاكزامبلز دو يو ايت او دو you drink لو انت بتحب مثلا اقول لك دو يو مثلا كافي لو انت بتحبها تقول يس اي دو لما بتحبهاش تقول نو no, اي dont او ممكن تجيب abbreviation هو اختصار تقول يس اي ايت او يس اي درينك الاثنين ينفع يا يعني اما تقول يس اي دو او نو no, اي dont او يس اي ايت او على حسب الفيرب اللي موجود عندك في الانفينيتيف في اللي هو لو انا ما بحبش هنقول نو no, اي dont نو no, اي dont درينك كاف مثلا نو اي نو اي dont eat مثلا بيتزا اوكي okay? يبقى على حسب لو ح... انت في accepting او في agreeing اللي هو انت موافق هتقول يس اي دو لو طبعا مش موافق او في رفيوز اللي هو رفض هتقول نو no, اي dont هاخد احنا بما ان اللي احنا اتكلمنا على الباست سيمبل احنا خدنا دلوقتي انا ليه اتكلمنا على البريزنت سيمبل هو المضارع البسيط لان هو ايوه بيحصل ده كاوكيجن كمناسبه موجوده ان ذا ريستورانت وانت بيكون كونفرزيشن محادثه مع الشخص ما دلوقتي لكن لو انا بتكلم ان ذا باست في الماضي انا ببتدي بديد دول بيتحولوا لديد لأن ده ال اور نو السؤال امتى اجاوب يس وامتى اجاوب في نو بنو في الماضي طب ازاي اعمل سؤال انا ببتدي بداد وبعدها بعد الديد بعديها السبجكت اللي هو الفاعل وطبعا الانفينيتيف لو انا بقول لك did you eat hamburger او did you eat burger yesterday لو انت اكلت اوريدي هتقول يس اي ديد او يس اي ايت لو أنت ما أكلتش هتقول نو no, اي didn't نو no, اي didn't لوحدها كافية اه ممكن تقول نو no, اي didn't ايت اوكي طيب لو أنا بسألك another example لو did you drink juice uh, this morning هل أنت شربت عصير الصبح أو did you drink milk this morning لو أنت شربت هتقول yes اي ديد أو ممكن تقول yes اي drank لو ما شربتش هتقول نو no, اي didn't أو ممكن تقول نو no, اي no, didn't drink ندخل دلوقتى فى درس مهم جدا قبل ما, قبل ما ناخده انا لازم ننوه على حاجه اسمها الكونتينرز يعني ايه الكونتينرز الحاويه يعني ايه الحاويه احنا كل حاجه بتتحط في حاجه تبعها يعني انا عندي الووتر الميه الميه دي بتتحط في حاويه عشان تتعد لو الميه ديت لا تعد اسمها ان كاونتابل يعني حاجه لا تعد والآيل حاجه لا تعد والتشيز والستيك والراست بيف كل الحاجات ديت ان عشان اخليها تعد لازم اجيب قبلها الحاويه اللي هي بتتعدي بيها لو الميه هقول أبطل بوتل اوف ووتر أو ممكن نقول أ جلاس أوف ووتر لو أنا بتكلم عن الروست بيف اللي احنا حاجات برضه بالنسبة اللي احنا بنتكلم في الـ في الان ذا ريستورانت في المطعم في الروست اللي الروست بيف ده بيتعدي بالبيس أوف أو سلايس أوف بيس أوف أو سلايس أوف إيه البيتزا؟ البيتزا اللي هي البيتزا عارفين اللي هي طبعا بتتعدي بكلمة بيس أوف أو سلايس أوف السؤال ده هيعرفني الكونتينرز ويعرفني إزاي أتعامل معاها وإزاي برضو أرد أعمل سؤال بهاو ميني وهاو ماتش في حاجه مهمه جدا هاو ميني بتسال على الحاجه اللي هي الكاونتبل اللي بتعد لازم يجي وراها الاسم في البلورال يعني بلورال يعني الجمع الحاجه فيها اس لو انا دلوقتي بسالك كم عدد مثلا الارغفه اللي انت اكلتها هقول هاو ميني ارغفه يبقى هاو ميني لوفز لان البريد العيش بيت... بيتعدي بالايه باللوفز ايه اللوفز اللي هو الارغفه اقول هاو ميني لوفز ديد يو هاف هاو ميني لوفز ديد يو هاف كده انا بسالك جبت هاو ميني بعدها الاسم في البلورال يعني ايه الاسم في الاسم في البلورال او الكونتينر يعني ايه الكونتينر اللي هي الحاجه اللي انا بعد بها البريد ده ولازم تكون فيها اس لازم تكون جامعه انت هترد تقول اي انا قلت لك ديد يو هاف تقول اي هاد اي هاد عشان انا سالت بهاف والفعل في الماضي تقول اي هاد تو بيس تو لوفز اي هاف I had a loaf of a of يعني a بريد of bread يعني واحد بس. طب انا لو عايزه احولها الـ uncountable noun يعني حاجه لا تعد نفس السؤال. how much دي لازم يجي وراها الاسم اللي هو uncountable يعني اشيل الحاويه نقول how much bread على طول. how much water. how much oil. how much مثلا sugar. how much roast beef. how much بيتزا يبقى ما انا ما قلتش على الحاجه اللي هي الحاويه اللي هي بتتعدي بيها لكن هاو ميني انا اشوف الحاجه دي بتتعدي بايه واحط أحطها بعد هاو ميني ولازم تكون بلورال يعني فائس اقول لك هاو هاو ماتش بريد ديد يو هاف نفس الـ نفس الانسر الانسر ثابته لكن السؤال هو اللي بيتغير نشوف عندي كلمه بيس اوف ابل باي ابل باي كلنا عارفينها اللي احنا بنحبها اللي هو فطيره التفاح ومكتوب ذي لو انا قدامي ده دلوقتي كلمه pieces pieces of uh, apple pie يعني قطعه من فطائر التفاح فطيره التفاح دي بتتعدى بالslices يعني الشرايح او بتتعدى بالpieces يعني قطعه من لو انتوا فهمتوا معايا ازاي هاو ما ميني لو احنا هناخدها بهاو ميني كده هنقول هاو ميني وطبعا هو جايب لي بيسز بيسز اهيت يعني الحاويه بتاعتها نقول هاو ميني بيسز اوف ابل باي ابل باي ديد يو هاف طب هو كاتب لي النمبر محدد لي النمبر اقول اي مكتوب ذي طبعا يبقى did ذي have هنقول they had ليه قلت had عشان سؤال في الباس they had فور فور بيسز نشوف السؤال الكويستشن بتاعي how many pieces of apple pie did they have on how many عشان هو جايب لي pieces pieces دي فيها اس يبقى لازم اسال عنها بهاو ميني لكن لو جايب لي apple pie بس يبقى انا استخدم معاها how much يبقى how many pieces of apple pie did they have قبل ما ناخد الانسر هو حطت لي underline تحت ايه تحت هاو يعني لازم ارد بنمبر لازم ارد بعدد وبرده حاطط لي اندرلاين تحت ديد ديد ده لازم تحدد لي الزمن اللي هو الباست سيمبل اللي هو زمن الماضي البسيط واحنا اتكلمنا عليه قبل كده الافعال الريجولار والايريجولار وهاف ده فعل irregular يبقى هيتغير لهاد اول حاجه هو بيسال عنهم هم هم دول عيله دول فاقول زي they و have دي بتبقى في الباست ايه they had طب هو كان جايب لي هاو many ارد بايه هو كان جايب لي اربعه يبقى they had four pieces of apple pie نشوف هو جايب لي answer ايه يبقى they had four pieces of apple pie بعد كده جايب لي الولد ده bowls طبعا الاي e مش موجوده الاي e مش موجوده هي balls. b o w l s وطبعا بولز يعني بولا من تشيكن سوب يبقى الاي دي اوميتنج الغيها خالص فعندي كلمه بولز اوف تشيكن سوب هعملها ازاي طبعا فيها اس فهقول هاو ميني وفيها اس يبقى هاو ميني بولز اوف تشيكن سوب did she have قلت دات دي ثابته يبقى اول حاجه انا ببتدي بهاو ميني وبعدين الحاويه اللي عندي اللي فيها اس اللي هي الحاجه اللي بتتعدي بيها الشوربه الشوربه بتتحط في اللي هو بولز اللي هي بولات الشوربه يبقى هاو ميني بولز اوف chicken soup did وبقى هو جايب لي شي اللي هو البروناون did شي have فمكتوب وان هنقول شي هاد وان بول نشوف السؤال اللي عندي يبقى هاو ميني بولز كده بولز دي الصحيحه هاو ميني بولز اوف تشيكن soup did she have نشوف الانسر انتوا لما تابعين معايا قلنا هاو ميني يبقى لازم ارد بنمبر نمبر اللي هو رقم طيب عندي كمان اللي هو did وعندي have يعني لازم ارد في الباست سامبل طب هو بيسال بضمير ايه اول حاجه موجود شي في السؤال يبقى اول حاجه يبقى ارد بكلمه شي طب موجود did مع هاف يبقى هاف احولها للباست يبقى شي had طيب شي هاد هو كان محدد لي اللي هي بوله واحده ممكن نقول ا بول اوف يعني هي بتدل على ا بول اوف يعني واحده بس او ممكن نقول وان بول يلا نشوف الانسر بتاعتي شي هاد وان بول اوف تشيكن soup نشوف سؤال تاني كانز اوف احنا خدنا دلوقتي حاوية خدنا حاوية اللي هي كلمة بول، بول يعني بولة، بولة من أي حاجة ليكويد أي حاجة سايلة اللي أنا مثلا ممكن نقول أبول of يعني إيه؟ يعني بولة من السلطة، ممكن نقول أبول of على طول أو تشيكن سوب اللي هو اللي هو شوربة الفراخ، يبقى الحاجة اللي أنا ممكن أحط فيها أو ممكن نقول أبول أوف فروت سالاد اوكي okay. دي حاويه جديده اللي هي اللي بحط فيها اللي هي او بحط فيها السلد او الفروت سلد. دلوقتي عندي كلمه كانز كلمه كان لوحدها يعني يستطيع نقول اي كان لكن لو انا ضفت لها اس اللي هو البلورا طبعا ما فيش حاجه مش حاجه مع عمري ما حاجه مع فيرب لا اللي هو طبعا الف... الفيرب كان حاجه اسمها موديل فيرب عمره ما يجمع زي ويل وزي شال والكلام ده عمره ما يطمع فانا لو حطيت لها اس تبقى كانز اوف ليمونيد يعني ايه كانز اوف ليمونيد عارفين الكانز او العلبه المعدنيه من الـ من الليمونيد او ممكن اقول لها كانز اوف بابس كانز كانز اوف كولا اتسي الحاجه اللي انت بتحب اللي هي العلبه المعدنيه اللي هو بيتحط فيها الجوز او الـ او الـ او الكولا اوكي okay. فهنا قال لي كانز اوف ليمونيد كانز اوف ليمونيد يبقى اول حاجه بيتحط فيها الليمونيد كلمه جديده عندي اسمها كان اوف او كانز اوف وممكن الليمونيد يتحط في جلاس عادي يعني بس هو في حاجه جديده عندي كلمه كانز كانز اوف ليمونيد وجايب لي يو جايب لي تو يلا نشوف هنعمل ايه قلنا الحاجه فيها اس يبقى هنستخدم مين هاو ميني يبقى هاو ميني يبقى اول حاجه اللي هو الارتيكل عندي في حاجه فيها اس يبقى من غير كلام يبقى انا هستخدم هاو ميني هاو ميني ايه هاو ميني كانز اوف وزي ما احنا اتفقنا اللي هي حاجه هتكون منتظمه على طول اللي هو نفس الطريقه اللي احنا ماشيين بيها ديد يو هاف ديد يو هاف او ممكن ديد يو درينك اتسي يبقى هاو ميني هاو ميني كانز اوف lemonade ديد يو هاف did you have ليه هنا حطيت يو عشان هو جايب لي يو الاسئله دي موجوده في التايم فور في كتاب الوزاره احنا جايبينها من كتاب الوزاره وزي ما هي معموله كده بالظبط بالبيكتشر هي محطوطه وانت بتعمل ميكا كويستشن ازاي تعمل سؤال يبقى هاو ميني how many كنز how many of lemonade did you have مكتوب لي تو يبقى قول اي هاف هنا انا بسالك انت يو بتتحول في السؤال في الاجابه في الانسر لاي I. يبقى أي had I had تو cans نشوف السؤال ونشوف الاجابه. How many cans of lemonade did you have? How many cans of lemonade did you have? طيب مين اللي ممكن يقول لي لو انا عايزه اغير how many دي خالص واقول how much؟ لو انا عايزه اغيرها استخدم how much اشيل كانز اوف دي خالص واشيل سلايز اوف واشيل مثلا لوف اوف كل الحاجات دي اشيلها واحط الحاجه ذات الحاجه زي ما هي ليمونيد احطها جوس برضه اسيب الحاجه اللي هي ان كاونتبل حاجه لا تعد نقول هاو ماتش ليمونيد ونفس تكوين السؤال زي ما هو يبقى لازم تعرف اللي هي كلمه هاو many بيجي وراها الحاجه في اس في البلورال وبيجي وراها اللي هي الكونتينر يعني ايه الكونتينر الحاويه اللي بتضع فيها او ممكن انا اخلي الشيء بيتعدي بيها اوكي يبقى هاو many كانز اوف ليمونيد ديد يو هاف هنا بتساله يبقى اي I أو we هنا عشان هما اتنين زي ما احنا شايفين في الصورة هما brother and sister اللي هو أخ وأخته فعشان كده هما ردوا بالبلورال بالجمع فقالوا we had two cans of lemonade لكن لو هو لوحده بتسأله هو لوحده أو هي لوحدها تقول I had two cans of lemonade بعد كده كلمة roast beef يعني قطعة من اللحم المشوي roast beef وشي وتو سلايزز الروست بيف ده بيتعد بالسلايزز بالشرايح واحنا شايفين اللي اه ممكن نقول بيس اوف اي حاجه نقدر نقطعها بالنايف الى شرايح ممكن نقول بيس اوف قطعه من او سلايز اوف او شريحه من طيب يلا نعملها بالتو ميثودز اللي هي طريقتين او تو اس بتاعتنا طريقتين لو انا هستخدم هاو ميني يبقى هقول هاو ميني وبعدها ايه الحاجه اللي فيها اس هنا يبقى هاو ميني سلايزز طب سلايزز ايه هاو ميني سلايزز اوف راست بيف طيب هو بيسال عن ايه انا عايز اسال في الباست سمبل في الزمن الماضي بسيط يبقى هاو ماني سلايزز اوف راست بيف ديد ديد وطبعا بعديها بعد ديد لازم اجيب اللي هو السبجكت الفاعل هو جايب لي شي بيسال عنها يبقى ديد شي هاف او ديد شي ايت الاثنين ينفعوا ده عشان حاجه بتتاكل فممكن نقول معاها هاف او ممكن نقول معاها ايه ايت يبقى هاو ماني سلايزز اوف راست بيف ديد شي هاف او ديد شي ايت هو جايب لي تو كلمه تو هنقول ايه؟ شي هاد او شي ات تو سلايسز شي هاد او شي ايت تو سلايسز الاجابه بتكون بيرمننت ثابته مش بتتغير لكن السؤال اللي بيتغير لو انا عايزه استخدم استخدم ده على نفس البيكتشر دي نفس الصوره دي استخدم هاو ماتش طيب احنا لسه قايلين اللي هاو ماتش لازم يجي وراء الحاجه التي لا تعد اللي انا هجيب ايه؟ هشيل كلمه سلايز سلايز اوف او اشيل بيس اوف او كانز اوف اشيلها واجيب النون على طول اللي هو الحاجه التي لا تعد يبقى اقول ها ماتش سلايزز ولا هو ماتش روست بيف اقول how ماتش روست بيف على طول يبقى انا لازم اعرف how ميني عشان ده بيجي لي في الاكزام how ميني بيجي وراها ايه؟ لازم الاس في ال اللي هو النون في اس في الجامعه لكن هاو ماتش يجي وراها الحاجه انكاونتبل يعني ما اعرفش عدها زي ايه اللي ما اعرفش عدها الوتر الميه الروست بيف الليمونيد الشوجر الاويل التشيز البيتزا كل الحاجات ديت اه سباجيتي كل الحاجات ديت انا تشيكن سوب ما بعرفش عدها غير اما احطها في الحاويه بتاعتها في حد ممكن يقول لي انا اقدر اعد المكرونه نو no. دي حاجات اسمها uncountable نون يعني حاجات لا تعد احطها في الحاويه بتاعتها الحاجه اللي هي بتتحط جواها واخليها كده حاجه تعد فهقول ايه؟ هاو ماتش روست بيف هاو ماتش هشيل كلمه سلايزز اوف واخلي على طول هاو ماتش روست بيف وبقيه تكوين السؤال زي ما هو يعني انا مش هغير الفورم مش هغير تكوين السؤال انا اعرف اللي هاو ماتش بيجي وراها الحاجه اللي بتتعد اللي هي سلايزز او بيسز او كانز او بوتلز او جلاسز لكن هاو ماتش بيجي وراها الحاجه على طول هاو ماتش ووتر هاو ماتش روست بيف هاو ماتش lemonade يبقى هاو ماتش روست بيف ديد شي هاد هنقول نفس الإجابة نفس الانسر مش هتتغير she had two slices نشوف السؤال بهاو ميني هو جايب لي هاو ميني جايب لي المرة دي هاو ماتش يبقى هاو ماتش روست بيف did she had did she have, did she have? جبنا هاو ماتش وبعدها الروست شلنا سلايزز خالص ديد ديد بيرمننت عشان انا بسال دي ثابته عشان انا بسال في الباست سامبل والفعل المساعد بقى في اللي هو الهيربنج فيرب في الباست سامبل لازم لازم يكون ديد وبعد ديد بجيب السبجكت فهو بي يعني ايه السبجكت او البروناين أو اللي هو الفاعل اللي بيقوم بالفعل فهي دي بنوته قدامي صوره بنوته بنت فاقول عليها شي او ممكن اسميها اي اسم بنت وبعديها كلمه هاف او ممكن الروست بيف ده بيتاكل فممكن نقول نشيل هاف ونحط مكانها ايت يبقى هاو ماتش روست بيف ديد شي هاف؟ نشوف الانسر بتاعتي. She had two slices. She had two slices of roast beef. يعني هي تناولت اثنين اللي هو قطعتين او شريحتين من الروست بيف. الإجابة ثابتة لكن السؤال هو اللي بيتغير. نشوف بعد كده. لي كابز اوف كوفي. وشي ووم نعمل نفس الطريقة اللي كنا ماشيين بيها هنستخدم هاو ميني نستخدم هاو ماتش طيب لو هاو ميني هتجيبوا ايه عندي هاو سهلة هو جايب لي كابز اهو يبقى هاو ميني كابز اوف كافي واحنا بنسأل عن الماضي يبقى ديد وبرده بنت يبقى ديد شي هاف او ديد شي درينك يبقى هاو ميني كابز اوف كافي ديد شي هاف او ديد شي درينك اوكي الانسر هتكون ايه شي لو انا حطيت في المصدر في السؤال درينك يشرب يبقى نقول شي درانك وان او ا كاب شي هاد وان كاب اوف او ا كاب اوف آه يعني دول اللي انا شربت حاجه واحد بس يبقى ا كاب اوف طيب لو انا قلت هاف uh استخدمت هاف بقول هاو ماني كابز اوف كافي ديد شي هاف يبقى نقول شي هاد ا كاب اوف طيب لو انا هستخدم في زيها هي هي هستخدم هو ماتش قلنا هو ماتش هشيل الحاويه هو ماتش هشيل الايه الحاويه اقول هو ماتش كافي على طول ها ماتش كافي ديد شي هاف او ديد شي درينك والانسر ثابته فهي شربت واحد بس وانا بسال على بنت يبقى شي هاد ا كاب اوف ا كاب اوف ا كاب اوف كافي okay. اوكي يبقى لو انا هسال بهاو ماتش اجيب ايه اشيل الحاويه طيب اول حاجه حاويه قلنا الكافي او التي بيتعدي بايه هما ان يعني ما بيتعدوش ما ينفعش يعني اعد القهوه ولا الشاي غير اما تتحط في ايه في فناجيل او ماجز اوكي okay. اللي هو الماجز ممكن نقول ماجز برضو يبقى نقول كابز اوف كوفي او ممكن نقول ماجز اوف اي كوفي او ممكن نقول كابز اوف تي أو much of دي أوكي نبقى نشوف السؤال هو عامله ازاي ونستخدمنا how much ازاي وhow many ازاي السؤال عندي how many cups of coffee how many cups of coffee did she have how many cups of coffee هنا استخدم مين استخدم how many فعشان كده جابها ايه جاب بعدها cups كابس حطيتها اس طب لو انا هستخدم هاو ماتش هشيل كلمه كابس اوف دي خالص واقول هاو ماتش كافي على طول وبقيت تكوين السؤال زي ما هو والانسر الاجابه بتكون واحده يبقى هاو ماني كابس اوف كافي ديد شي هاف الانسر بتاعتي شي هاد وان او ممكن مين يقول لي احنا خدنا ممكن نشيل وان دي خالص نحط ارتيكل ا اللي هو حرف الا بيدل اللي انا شربت فنجان واحد يقول ا كاب اوف ا كاب اوف اوكي what else orange juice ال orange juice اللي هو عصير الـ الـ البرتقال ما فيش حد يقول لي اسمه يعني انا بسمع اسم غريب هو اسمه orange orange على طول اوكي okay? orange orange juice يعني عصير إيه عصير البرتقال عصير البرتقال عصير البرتقال ده بيتحط في ايه في جلاسز او جاكس يعني ايه جلاسز جلاسس اللي هي الكوبايات الازاز او ممكن جاكز يعني ايه اللي هي الـ الـ اللي هو اللي احنا بنقول الدورق دورق ممكن نقول دورق من العصير نقول جاكوف اوكي طب هو جايب لي محدد لي كلمه جلاسس لو انا حتستخدم هاو ماتش هقول هاو ماتش ايه احنا لسه قايلين هاو ماتش يبقى هشيل كلمه glasses يبقى هاو ماتش اورنج جوس ديد يو هاف هاو ماتش اورنج جوس ديد يو هاف طيب هنا لو انا هستخدم هاو ميني وبقول هاو ميني جلاسز هاو ميني جلاسز اوف اورنج جوز ديد يو هاف ثابته نشوف السؤال هو جايب لي ايه how ماتش اورنج juice آه زي ما قلنا بالظبط لو هو ماتش وبعدها اورنج على طول من غير كلمه جلاسز ديد يو هاف او ديد يو درينك عشان ده بيتشرب يا يعني اما اقول ديد يو هاف او ديد يو درينك طب هو كان جايب لي كام؟ تو جلاسز يبقى نقول ايه I I had two glasses of orange juice الاثنين ثابتي اللي هي السؤال ب how many ماتش الاجابه بتاعتهم ثابته نشوف بعد كده طيب الولد ده بياكل ايه هو جايب لي فروت سالاد ويو وان بول بول طبعا الاي الاي مش موجوده كلمه فروت سالاد ويو وان هنا هسال بايه لو أنا هسأل بهو ماتش نقول how much fruit salad did you have أو how many how many قلنا لسه قايلين الفروت سالاد بتتحط في البولز البولز بي أو دبليو إل إس الإي مش موجودة ده بس مستيك في الـ في, الـ في الكتابة يبقى how how much how much how much uh, how much fruit salad how much fruit salad did you did you have or did you eat أو ممكن نقول how many balls of fruit salad did you have نشوف السؤال بتاعي يبقى how much how much fruit salad did you have طبعا السؤال عندي I و I هتقول I had I had one ball of one ball of أو ممكن نقول a ball of fruit salad okay? ده سؤال عندي slices of turkey اللي هو تركي اللي هو قطعه اللي هو الديك الرومي slices of لو استخدمنا how many هنقول how many slices of turkey did you have uh, did he have او ممكن نقول how much turkey did he have طبعا الانسر بتاعتي هتكون اللي هي السؤال بهاو many, many slices لو how much نقول how how much turkey اوكي okay. احنا خدنا النهارده اللي هو الـ How ماتش وهاو ميني how much اللي هي بيجي وراها الحاجه التي لا تعد اللي هي زي تركي وزي ليموناد واتسي الحاجات التي لا تعد ان كاونتابل لكن how many بيجي وراها على طول حاجه لازم تكون الحاويه او حاجه فيها اس اللي هي البلورال وتكوين السؤال انتوا عارفين ديد او دو do او داز بلس السبجكت بلاس الانفينيتيف يا رب تكونوا استفدتوا معانا في حلقه النهارده وانتظرونا في افتر اور ابيسود بعد الحلقه بتاعتنا اللي هو ابيسود فور فيرست بريب اللي هو Ula Daddy in English inshaAllah wish you good luck. Thank you. Bye bye.